الارتفاع غير المسبوق بأسعار المواد الغذائية تسبب بإرباك للعوائل البصرية وسط تساؤل البصريين عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بالتجار إلى رفع أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين بوجباتهم الرئيسية. الجشع وارد، الأسعار غالية، الأمور غير طبيعية، يعني الفقير متحمل المسؤولية. إيه هاي المحلات، الناس الوسطاء هم لا عندهم أرباح، لا عندهم شيء، يجي يشتري هذا هالجسارة يبيع يحصل عليه ربع دينار. هاي المشكلة صارت بين أوكرانيا وبين روسيا، هي المصدر الرئيسي لكل دول العالم. الكل دول العالم أوكرانيا وروسيا هي تجهز عندهم الزيت الخام، هو يعني سبب صعود الزيت من أوكرانيا، ومن والطحين هم كذلك من روسيا يجي ومن أوكرانيا. هم صعدت الأسعار من سبب الحرب الدول الخارجية. ويحمل مواطنون الجهات الحكومية والرقابية ما آلت إليه الأسواق المحلية من ارتفاع كبير في الأسعار وبوقت قياسي لأغلب المواد الغذائية، وعدم سيطرة تلك الجهات على مستوى الأسعار الذي يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود. احنا علينا هنا بالعراق واحد يرحم واحد، واحد يساعد واحد، تجار ايش قد سعر ما اعرف لك. هذا ابو التمن محمود سد المخزن ماله 100 مخزن عده، صعد التمن شو يسوي بالوهيه؟ ما حد يساعد واحد وما حد يرحم واحد. وين الدوله؟ كون يجي السيد المحافظ العيد. والله صعدت المواد الغذائيه، يعني ورقابه من الحكومه ماكو، صعدت يعني ما حد يباوم، ما حد يعاين على الغراض كلها. يعني الفقير وين يروح؟ وين يراجع؟ المن يشتكي؟ يعني احنا عيشتنا بسيطة، وين نروح؟ يعني احنا مدخلنا اليوم بسيط، شريد نخرج على مود ناكل ونشرب. وقد أغلق بعض التجار أبواب مخازنهم تهربا من تعرضهم للمساءلة بعد أن أمعنوا برفع أسعار المواد الغذائية دون الاكتراث للأضرار التي لحقت بالمواطنين. المواطنون يتساءلون عن الأسباب التي دعت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما يشير متخصصون إلى أن السبب الرئيسي هو جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.